يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الله سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، كيف يكون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء قبله؟ هل ذلك في الإسراء والمعراج؟ يسألهم بالرجوع إلى كتبهم، يسألهم بالرجوع إلى كتبهم وإلى سيرهم ودعوتهم، أيعرف هذا؟ نعم.